المغربية التي تألقت في الميدان الإعلامي بالولايات المتحدة سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، وحظيت باحترام كبير لدى الأوساط الأمريكية. ومن هذه الوجوه البارزة الصحفي المغربي المعروف محمد العالمي، وضمن سلسلة الروبورتاجات التي أنجزتها بعثة من الأولى لعدد من الولايات الأمريكية، رافق الزميلان لطيفة بن حليمة ومصطفى الصفر الصحفي محمد العالمي خلال ممارسته لمهامه الإعلامية اليومية، وعاد بالروبورتاج التالي. محمد العالمي، الجزيرة، واشنطن. محمد العالمي أحد الوجوه الإعلامية المغربية البارزة بواشنطن. هذا الإعلامي وليد مدينة فاس يعيش بالولايات المتحدة منذ أزيد من ربع قرن، قضاها متنقلا بين فضاءات الصحافة من المسموعة والمكتوبة سابقا إلى المرئية حاليا، مدة راكم خلالها تجربة يعتز بها. أنا أعتبر نفسي محظوظا إلى حد كبير لأنني أمارس ما أحب، رغم المتاعب التي قد تلاقيها أحيانا، رغم المشاكل المختلفة التي لا يمكن تصورها أحيانا أو توقعها، ومع ذلك إذا كنت تمارس ما تحب فأعتبر نفسك وأعتبر نفسك الأكثر الناس حظا في هذا العالم. فأعتقد من هذه الناحية هذا يخفف المعاناة التي قد يواجهها المرء في مساره المهني. أعتبر نفسي أيضا محظوظا لأنني أشتغل في هذه المدينة، وكنت كما يقال الصحفيون يكتبون المسودة الأولى للتاريخ، يعني شاهدت عن قرب مجموعة من القرارات الخطيرة التي خاصة في التي أثرت على منطقتنا العربية. ويدين محمد العالمي لأمريكا عموما ولواشنطن بصفة خاصة بالكثير فيما حققه من نجاحات مهنية وتألق على الواجهة الإعلامية. من الجوانب الإيجابية في هذا البلد الذي ربما لم يعد متوفرا في ديار الغربة الأوروبية أنها بلد الفرص، أن الدولة قارة، يعني أنت قطعت المسافة بين لوس أنجلوس يعني بين الساحل الغربي والساحل الشرقي للولايات المتحدة تقريبا نفس المسافة التي في الطائرة بين نيويورك والدار البيضاء، يعني البلد قارة والفرص متاحة. رغم ما حصل كما أشرت بعد 11 سبتمبر بعض التصرفات ربما لا طريق، ولكن بصفة عامة يبقى المجتمع الأمريكي، الشعب الأمريكي شعب طيب تلقائي يميل للمساعدة، مساعدة الآخرين حتى الغرباء. لاحظت خلال 20 سنة الماضية توافد المغاربة على الولايات المتحدة، معظمهم الحمد لله الآن في أوضاع مادية جيدة، أوضاع أكاديمية تشرف، وهذا لا أعتقد أنه كان ليتأتى في أوروبا. عوامل يرى محمد العالمي بأنها ساهمت في تنامي أعداد المغاربة المتواجدين بالديار الأمريكية، والذين يشكلوا رمضان ومناسبات أخرى فرصة لهم للتلاقي رغم اختلاف ظروف عملهم. وأنا وهذا الفريق الجميل راني في الدار وراني باغي نجي عندك. رمضان يوفر مناسبة الاجتماع على موائد الإفطار في المطاعم المغربية وهي كثيرة ولله الحمد. أيضا المناسبات مثلا في كما حدث في الزلزال الحسيمة اجتمع العديد من هنا من الجالية اللي جمعت تبرعات لإخوانهم المصابين في المنطقة المتضررة. إذا تكريم أحد رموز الجالية، المساعدة في نقل رفات أحد الموتى مثلا، إلى غير ذلك من المناسبات التي تجمع، ولكن الاجتماع على شكل منتظم لا، يعني أعتقد أنه غير عملي صعب. شخصية محمد العالمي المرحة وجديته في العمل وقدرته على التكيف مع التحولات والتواصل مع الآخرين عوامل لها دور كبير في تألق هذا الوجه الإعلامي المغربي مهنيا واجتماعيا وجعله مثالا يحتذى به لشق طريق النجاح في هذا الميدان.